ما هو وقت قرآن الفجر المشهود؟ نرجو بهذا إفادة. قرآن الفجر المشهود المراد به القرآن في صلاة الفجر، سميت صلاة الفجر قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، ومعنى مشهود أنها تحضرها الملائكة الحفظة، ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، كما جاء كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر سماها قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالستين إلى المائة آية. الله. نعم.